أهلا بكم من جديد. أعلن سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة عن عزم المحافظة إطلاق فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال في نسخته الثالثة بالشراكة مع صندوق العمل تمكين والبنك الأهلي المتحد. ويأتي شعار الحدث لهذا العام تحت عنوان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتناغمه مع الأهداف 17 المندرجة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث من المقرر إقامة المنتدى الرئيسي في 28 أكتوبر الجاري، على أن تشمل فعاليات الحدث 14 ورشة وندوة. وقد دعا محافظ العاصمة جميع المهتمين والمختصين وأصحاب المشاريع الناشئة خصوصا من فئة الشباب المشاركة في الحدث، وذلك لأجل تطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وتأهيل أنفسهم ليكونوا قادرين على خوض مجال ريادة الأعمال. أكد رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة أنه تم الانتهاء من أكثر من 50% من أعمال الهندسة في مشروع خط الصهر السادس. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من شركة بيكتل الدولية المحدودة والمسؤولة عن أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء والإدارة بمشروع الخط السادس للتوسعة. وقد أبدى الشيخ دعيج خلال الاجتماع عن ارتياحه من سير أعمال إنشاء خط الصهر السادس، خاصة وأنه تم تأمين أكثر من 75% من العقود والمشتريات للمشروع. كما أعرب الشيخ دعيج عن ثقته من تمكين شركة بيكتل من دفع عجلة المشروع للأمام وتسليمه بشكل آمن وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك لإنتاج أول معدن منصهر مطلع العام 2019. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7285 نقطة كما هو موضح على الشاشة، بارتفاع بلغت نسبته 0.57%. وبالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6692 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.42%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4433 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.17%. ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين، حيث أقفل المؤشر العام عند مستوى 1273 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.32%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5,889,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,167,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 125 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 44.75% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.